كده متمثله في كريم ممدوح وابراهيم نضاي. النهارده كان في خبر خاص بكولوبالي اللاعب الهارب من النادي الاهلي اللي الفيفا اصدرت قرارها بشان غرامه ماليه كبيره جدا عليه. كان في خبر النهارده ان هو هيروح للدوري الاسكتلندي. خلينا ناخد الموضوع من بابه والمستشار حلمي عبد الرازق. مساء الفل يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب، تحياتي وتحيات كل النجوم ملعب الاهلي، كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. ادلي بدلوك، جماهير الاهلي كلها يعني سامعه حضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. انا حقيقه انا برضو تابعت الخبر دون. ان شاء الله من بكره هنعمل استعلام عن اللاعب اذا كان فعلا انضم للنادي الاسكتلندي من عدمه، وهنبتدي نتحرك في هذا الشان يعني باذن الله اول ما يجي لنا الخبر اكيد عن القصه دي. هو حضرتك كان الحكم اللي كان طلع كان المفروض يتنفذ خلال 30 يوم من الاخطار عنه، والفيفا كانت غيرت الرولز بتاعتها قوانينها بداية من 1 يونيو 2018 وقالت ان عناصر اللعبة اعضاء اللعبة اذا كان لاعب او نادي او اتحاد وطني او مدرب ايا كان له صلة باللعبة اذا ما احترمش القرارات والاحكام اللي بتصدر من الفيفا من الجهات اللجان المعنية فيها في خلال 30 يوم من اختاره يبقى هيتوقع عليه جزاء تاني، هيتم عرض الامر على لجنه اسمها لجنه النظام والانضباط وهي هتغلظ العقوبه عليه، يعني ممكن توصل لتوقيع جزاء على الاتحاد الوطني اللي اللاعب متأيده. طيب سؤالي اللي جاي، هل من في لوائح الاتحاد الدولي الفيفا ان هو يطلع بطاقه مؤقته مثلا لحين التسويه ولا الكلام ده ممنوع خالص؟ لا يا فندم، البطاقه المؤقته بتصدر في حاجه واحده، لو كان النزاع هيطول شويه. يعني مش هتلحق اللجان المعنيه تصدر قرار في خلال شهر او شهرين. اوكي. فبيقولوا حرصا على مصلحه اللاعب يعني، وان ده دخله وان دي شغلته وان ده يعني زي ما بتقول الدخل العام بتاعه ولاسرته، فبيديله شهاده مؤقته لمده سنه لحين الفصل في الموضوع. أوكي. انما في حالتنا مختلفه كابتن سيد. اوكي. ليه؟ لان صدر قرار نهائي خلاص. اوكي. وهو ما طعنش عليه. وخلاص فده بقى حق سقوط الامر خص فيه. فالنهارده عشان يحرك حضرتك الشهاده الدوليه بتاعته او يخش في اي تعاقد مع نادي اخر يتعين عليه تنفيذ العقوبه اللي هي موقعه عليه. يبقى احنا اتفضل. في حد كلمني من الساده الزملاء العاملين في الميديا بيقول لك طب نفترض الفيفا اخطات وادته الشهاده الدوليه، خير وبركه، قلت له ده هايل والله. ثاني يوم الصبح حضرتك اذا تم قيده في اي اتحاد وطني لاي بلد حضرتك انا ثاني يوم على طول هختار لجنه شؤون اللاعبين في الفيفا. صح. ولا على فكره في صدر حكم بتاريخ كذا في القضيه كذا والولد ده لعب وتم قيده في نادي كذا التابع للاتحاد كذا. فهيتم وقفه على طول فورا لحين حضرتك تنفيذ العقوبه اللي صدرت. اوكي. انا باكد على كلام حضرتك وبشكر حضرتك جدا لان احنا لازم نخرج للمباراه، لكن بقول ان الاتحاد الدولي يعني بيراعي الحاجات دي جدا جدا، زي ما بيضمن حقوق اللاعب في كل صغيره وكبيره تتمثل في عقوده وتعاقداته مع الانديه والاتحادات اللي هو فيها، كمان بيضمن حقوق الانديه في الحالات اللي زي كده، والا كل واحد بقى بمزاجه يقوم واخد شنطته يا عم بلال يا عم اسامه يا عم ماهر ويقوم رايح بقى ايه جامع. انا مش عايز العب الشهر ده في مصر، عايز العب في اسكتلندا، عايز العب في نيجيريا، لا انا راجع بلدي وهكذا. شكرا جزيلا سيادة المستشار حلمي عبد الرازق، طبعا بالتاكيد هيبقى لنا كلام مطول مع حضرتك خاص بالموضوع ده في وقت غير وقت مباراه النهارده. نطلع للمباراه وبعد كده ان شاء الرحمن نكمل مع حضراتكم كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن بلال، ويا رب ان شاء الرحمن باذن الله تكون نتيجه موفقه للنادي الاهلي في مباراته مع وادي دجله. انتظرونا بعد اللقاء على طول على قناه الاهلي.